أحب نتكلم عن الحروب الأول، ما أظنش هنتكلم عن اللي بيحصل ما بين الصين وتايوان، ولا للأسف الشديد المأساة اللي موجودة في الأراضي العربية فلسطين، ولا مأساة تانية موجودة وحرب موجودة في أوكرانيا وروسيا والأزمة الاقتصادية وما إلى ذلك. النهاردة السبت، كل سنة وانتم طيبين، مفيش داعي الواحد يبدأ لكم الحلقة بكل هذه المآسي. شرور، شيء غريب جدا، تقعد تفكر ليه الإنسان ابتدع واخترع الحرب، ما تقدرش تفهم. المسألة كلها قايمة على مسألة مين عاوز ياخد ايه من التاني. على العموم، خلونا نفكر مع بعض بصوت عالي في شيء قد يكون أفضل بكتير. مسألة الثانوية العامة، الثانوية العامة ونتائج الثانوية العامة وتنسيق الثانوية العامة وأوائل الثانوية العامة، الولاد الشطار المكافحين المجدين المجتهدين اللي قدروا إنهم يحققوا أعلى درجات وبالتالي حصلوا على المراكز الأولى. دايما بقعد، انا ما كنتش طبعا من اوائل الثانويه العامه خالص، ولا كنت اشوفها ولا اطولها، لكن دايما كنت اقعد اسال نفسي، اوائل الثانويه العامه بيقدروا يوصلوا للمراكز دي ازاي؟ ده سؤال مهم جدا. يعني هل المساله مثلا معتمده على ساعات المذاكره بتاعتهم والتحصيل؟ طب وهي الساعات، هي العبره بالساعات ولا العبره بمعدل التركيز؟ هل في حد فيهم كان بيذاكر ساعتين ثلاثه في اليوم فاصبح من الاوائل، ولا لازم تذاكر سته وسبعه وثمان ساعات؟ ده سؤال. طيب في سؤال تاني، هل ولادنا داخلين الثانويه العامه هم حاطين الحلم قدام عينيهم؟ اشرح لك. يعني مثلا فالتعليم اللي هو بيسموه التعليم الدولي بتاع مش عارف أمريكا وفرنسا وألمانيا وإنجلترا والحاجات اللطيفة اللي زي كده، الطلبة دول بيقدروا بعد ظهور نتيجة تانية ثانوي يقدموا في الجامعات اللي هم عاوزينها، فبيبقى الطالب عارف هو عاوز يخش جامعة إيه، وبيحط ترتيب الأولويات بتاعه علشان بيرتب طبقا للتخصص اللي نفسه يدرسه. فيجي يقول لك مثلا والله انا عاوز ادرس قانون، بس افضل كليات القانون هي جامعه كذا تليها كذا فكذا فكذا. طيب، والتعليم تحديدا في امريكا وتحديدا في انجلترا بفلوس كتير قوي، فالولاد يقعدوا يحسبوها كمان بالورقه والقلم، يا ترى هل ترى هندفع كم مصاريف الجامعه دي، وهل هي في نطاق قدراتنا احنا واهالينا ولا لا. بس الحلم بيبقى مبني بره، مفيش حاجة اسمها أنا رايح أخش كلية القمة، هو كل الكليات كلية قمة، لأنه الهدف إيه؟ إنك تتفوق في دراستك الجامعية. خلونا ناخد معانا على التليفون واحد من المجتهدين جدا قوي خالص، الأوائل أو الأول علمي علوم، أسامة محمد فتحي، الأول علمي علوم من مدارس المتفوقين. ازيك يا أسامة؟ أهلا وسهلا، ألف ألف مبروك عليك. الله يبارك حضرتك. جبت كام في المية أس؟ أنا جايب 94 وسبعة من عشرة. ما شاء الله ما شاء الله. قول لي بقى، أنت عاوز تخش كلية إيه؟ هو أنا إن شاء الله أنا حابب مجال الطب، لأن أنا من زمان يعني نفسي بستمتع وأنا يعني بدرسه وبشتغل فيه، سواء عملي سواء حاجات ابتدائية جربتها يعني إسعافات أولوية أو أولية حاجات من دي، كنت فعلا بستمتع وشايف نفسي فيها يعني وانا بشتغلها وهكذا، فيعني حبيت ان انا اكمل في المجال ده لبقيه حياتي يعني. باذن الله ربنا يوفقك. قول لي، وفي تخصص معين في كليه ودراسه الطب هو ده اللي شغلك ونفسك باذن الله تتخصص فيه؟ باذن الله هو المخ والاعصاب، يعني لان انا كنا درسنا في سنه ثالثه يعني الجهاز العصبي ودرسنا توسعنا فيه يعني، فهو اكتر مجال شدني يعني من بين كل مجالات. بإذن الله. رغبة أولى هتبقى طب كلية جامعة إيه؟ هو إن شاء الله هتبقى طب اسكندرية، بس لأن أنا من اسكندرية يعني. حلو. بس أنا نفسي بصراحة إن أنا يعني أدرس طب مثلا في ألمانيا. أوكي. لأن ألمانيا الطب فيها معروف إن هو متطور شوية وبيهتموا بيه جدا بره في ألمانيا. بس فكان نفسي يعني إن أنا أدرس طب، بس الفكرة إن أنا ممكن أحتاج تمويل أو هكذا يعني. هي بسيطة أس، يعني خلص الكلية في اسكندرية وبعدين تفوق واستمر في تفوقك، تحصل على منحة لدراسة الماجستير في ألمانيا أو إنجلترا أو أمريكا. قولي بقى، أنت كنت بتذاكر كم ساعة أسامة؟ هو أنا بصراحة يعني ما كانش في عدد معين، هي كانت بتختلف من أيام لأيام حسب قدرتي وحسب طاقتي وهكذا يعني، بس أنا كنت بذاكر لحد ما ألاقي نفسي انا خلاص يعني انا اكتفيت النهارده، ولو كترت عن كده انا مش هستوعب،
اللي هو يعني في ايام كنت بذاكر فيها يعني 5 ساعات وخلاص كفايه على كده، انا كده يعني عملت كل اللي اقدر اعمله، وفي ايام كنت يعني بتيجي معايا لحد 10 ساعات وما كنتش تعبان. فهو لحد يعني على قد مقدوري، وبتختلف حسب القدرات يعني، فهي مش عدد ساعات معينه خالص. ايه السر في التفوق يا اسامه؟ يعني لو عاوز تنصح اصدقاء، زمايل، اقارب، الناس اللي بتشوف وهم في تانية ثانوي مثلا كده، ولا حتى في اولى ثانوي، تقول له عاوز تتفوق اعمل 1 2 3 4. هو من اهم الحاجات المشاركه، يعني احنا حضرتك عارف نظام مدرستنا ان احنا بنبقى في سكن داخلي وبنبقى قاعدين مع زمايلنا 24 ساعه وكده. فان احنا كنا مثلا لو حد وقف في حاجه او كان واحد بيواجه صعوبه في اي ماده، كان واحد على طول ياخده يقول له تعالى اما اشرحها لك، يعني بكل وبيشرحها له احسن كمان من المدرسين اللي موجودين على اليوتيوب او اي حاجه من دي. كان بيشرحها له بطريقه متميزه جدا، لان احنا فاهمين دماغ بعض، دماغنا من دماغ بعض. فده كان بيسهل قوي ان احنا يعني نشارك المعلومه، ده هيديني معلومه وهاخد منه معلومه وهكذا. فده بيثبت المعلومات، وكان بيساعدنا ان احنا فعلا يعني كل اصحابي اللي كانوا بيذاكروا معايا وكانوا في دايرتي يعني كلنا ما شاء الله الحمد لله يعني مرتبين مع بعض، وكلنا درجاتنا الحمد لله كويسه جدا يعني. طب اسامه معلش انا اسالك سؤال كمان، انا اصلي زرت المدرسه بتاعتكم من كام سنه، بس زرت المدرسه اللي في 6 اكتوبر وزرت مدرسه تانية في المعادي، فعارف ان انتوا عندكم بتقدموا ابحاث علميه زي صباح الخير كده. انت قدمت ابحاث فتره دراستك في المدرسه ولا ايه؟ كنت مشارك في ابحاث؟ هو احنا ايوه احنا عندنا كل ترم بيبقى مشروع، مشروع بنحل فيه مشاكل مصر مثلا، حاجات زي التلوث، الالتحام السكاني، الطاقه، مشاكل الطاقه هكذا. فبنعمل مشروعات يعني بتحاول تحل المشاكل دي وتقللها يعني، بحيث ان هي لو في مشروع يعني تفوق ممكن يتطبق على ارض الواقع يعني بمساعده المتخصصين وهكذا. هايل. اخر مشروع انت شاركت فيه كان عن ايه؟ المشروع ده كان مشروع بروجرامنج، كنا عاملين زي ابلكيشن كده بيساعد ان هو ينقل الكهرباء في حي السوق بسرعه. لو حضرتك سمعت مثلا عن الاوبتيك فايبرز اللي هو توصيلات النت اللي موجوده حاليا كلها الياف بصريه، ايوه، بتتنقل بالضوء يعني من دول لدول على عن يعني. فاحنا قلنا ان احنا ممكن ننقل الكهرباء بنفس الطريقه بكفاءه عاليه بس. فده كنا شغالين فيه بمساعده البرمجه، ان احنا كنا بنحسب الطاقه اللي احنا محتاجينها والطاقه المهدره وكل والتكلفه وكل الكلام ده، كنا عاملين يعني بابلكيشن بيساعد ان احنا نوصل بكل الكلام ده يعني. وبالرغم من انه بعيد عن الطب، بس دي فكره المعيه بصراحه اسامه. على كل الف الف مبروك عليك يا اسامه، وان شاء الله نبارك لك وانت بتاخد بكالوريوس الطب يا دكتور، ربنا يوفقك. معانا كمان على التليفون كيرلس نسيم عازر، هو الرابع علمي علوم والوحيد في محافظات جنوب الصعيد من قائمه الاوائل. اهو قدامك على الشاشة اهو، الف 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 مليون مبروك. ازيك يا كيرلس؟ عامل ايه؟ الله يبارك فيك حضرتك. كله تمام؟ تمام الحمد لله. ها طب ولا هندسة ولا هتقول حاجة غير متوقعة؟ لا طب ان شاء الله. طب ان شاء الله. انت جبت كام في المية؟ جبت 97.32%. ما شاء الله، الله اكبر. قولي وداخل على جامعة ايه؟ بإذن الله يعني القاهرة. ده طاير على القاهرة؟ هتقعد لوحدك هناك يا عم؟ ما لا نعرف برضه يعني، اصحابي كانوا راحوا قبلي في القاهره فاعرف برضه ناس. لا وجدع برضه صعيدي يعني. اكيد احنا نفوت في الحديد. اكيد مش كده ولا ايه؟ اكيد طبعا. قول لي عاوز تدرس طب ليه؟ يعني انا اصلا ليا ميول لكليه الطب من وانا صغير، واغلب يعني العيله برضه عندي اغلبهم دكاتره، سواء كانت والدتي او يعني خالاتي، معظم العيله عندي دكاتره. فانا من وانا صغير اصلا هواياتي وميولي كلها للطب. وفكرت في تخصص ده يبقى حلمك؟ يعني هو ممكن حاليا التخصص هقدر احدده اكتر لما ابدا يعني ادخل في الكليه واشوف النظام والفكره والتخصص اللي هقدر اكون انا متميز فيه وهختار على اساسه باذن الله. اروبا انت، برافو، حلو، عجبتني الاجابه. قول لي بقى، انا عمال كل ما بسال يعني لسه كنت بسال اسامه، فبقول له اديلي كده ايه روشته تفوق. يعني انا اولادي مثلا بنتي داخله ثانويه عامه، فانا عايزك تدي لها نصيحه تعمل ايه؟ طبعا اهم حاجه في ثانويه عامه في النظام الجديد
ان الواحد يعني يبدا مذاكره من اول يوم، يعني اول يوم يبدا فيه مذاكره في ثانويه عامه لحد اخر يوم بنفس الجديه والاجتهاد اللي بدا فيها اول يوم، يعني ما يجيش في النص الواحد يتخاذل كده او يتراخى، بل بالعكس هو كل ما يروح يزود مجهوده اكتر ويدوس على نفسه اكتر، لان الفتره الاخيره هي بتبقى فتره الضغط والتعب، لان الواحد بيبقى خلاص بيحصل او بيجمع كل اللي ذاكره من اول السنه، فدي بتبقى اصعب فتره. لكن اللي بيبقى ماشي ومظبط وقته وما بيأخرش دروسه وبيذاكرها اول باول هيلاقي ان شاء الله الموضوع سهل في قبل الامتحانات. والله الف مبروك عليك يا كيرو. اقول لك يا كيرو ده اسم الدلع ولا ايه؟ بيقولوا يا كيرو صح؟ مبروك. شفت انا عرفت ازاي؟ لا لعلمك انا قروبه في الحاجات دي قوي. مبروك يا كيرو. الله يبارك. ربنا يوفقك يا رب ويديم عليك التفوق باذن الله، ونشوفك دايما ان شاء الله من احسن الاطباء في العالم. بالمناسبه كل الولاد اللي داخلين طب دول خليكوا عارفين انه سمعه الدكاتره المصريين بره زي الجنيه الذهب، لا ده الماس برلانت نمره واحد حقيقي يعني. طيب خلونا ناخد معانا على التليفون أول ثانوية عامة دمج، أنس إبراهيم محمد. ازيك يا أنس؟ ازي حضرتك؟ ألف 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 مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك. قول لي مجموع كام؟ مجموع يعني تقريبا 99 ونص تقريبا. الله يعني. أكبر، ده سقفة جامدة قوي. ما شاء الله ما شاء الله. وناوي على إيه؟ وأنا بصراحة حلمي إن أنا أدخل سياسة واقتصاد. ليه سياسه واقتصاد؟ ده دي دوشه قوي وجع دماغ قوي يا عم انس. بس انا بصراحه لسه في يوم من الايام اطلع سفير. ده انت هتبقى احسن سفير. يعني ناوي تدرس سياسه واقتصاد ولا تدرس يعني تدرس سياسه الاول؟ انت عارف هتتخصص يا هتاخد سياسه يا هتاخد اقتصاد، تختار ايه؟ وانا هو يعني ممكن وانا مش عارف يعني مش عارف الحقيقه، بس لما خش اقول لك اعمل زي خش اقتصاد. لا ان شاء الله باذن الله هتحقق حلمك وهتاخد البكالوريوس بتاعك وتبقى احسن واحد في الدنيا انس. ربنا يخليك يا رب. انا عايزك كده يعني ايه، خلي عندك ثقه بنفسك، خش ادرس اقتصاد، اعمل زي قول لهم يوسف الحسيني قال لي انا كنت اقتصاد، قال لي يعني انا بقى جبت الدين من ديله، بس اصل انا احب الاقتصاد قوي، اللي يدرس اقتصاد ده بيفهم حاجات كتير جدا في الدنيا. خش كده توكل على الله. شد حيلك يا حبيبي، شد حيلك، ربنا يوفقك يا رب، وبإذن الله تبقى أحسن خريج اقتصاد وعلوم سياسية عرفته مصر بإذن الله. ربنا يوفقك وألف ألف ألف مبروك مرة تانية. طيب خلونا ناخد معانا كمان على تليفون علمي رياضة. دول بيبقوا مش سهلين بتوع علم الرياضة دول، باعتبار ان انا عمري ما كنت شاطر في الرياضيات. خلونا ناخد معانا عمر شريف عبد المنعم الاول علم رياضة. ازيك يا عمر؟ ازيك يا استاذ؟ الحمد لله. مبروك يا استاذ عمر، ولا باش مهندس ولا ايه؟ ناوي على ايه؟ لسه ما خرجتش النهارده افراح، بس النهارده ايه؟ النهارده افراح كده واحتفالات، لسه مش فيه بقى قرار لحد دلوقتي. لسه ما خدتش قرار؟ لا لا، ده انا قلت زي كل الناس علم رياضه هتقولي داخل الهندسه على طول. ايوه الناس بتتوقع ان انت لما تخش علم رياضه تجيب مجموعه هندسه تخش هندسه، انا مال لناحيه كمبيوتر ساينس اكتر، بس برضه لسه مش قرار فاينل يعني، ف لسه هنفكر في الموضوع، بس النهارده بقى الواحد فرحان فمش في مش نقدر نفكر النهارده. انت عارف اخويا الكبير كان متفوق في الثانويه العامه، فلما جاب درجات كبيره فكل العيله قالوا له طبعا انت داخل هندسه يا هاني، قال لهم لا انا داخل كليه العلوم قسم رياضه، واصبح استاذ في الكليه. ايه تفكر في قسم الرياضه ولا ايه؟ لا وانا والله هو الواحد لما بيمشي في الحاجه اللي بيحبها مش لازم تبقى انت الكليه اللي الناس شايفاها ان هي دي الواجهه الاجتماعيه بتاعتك، تبقى مهندس تبقى دكتور، الحاجه اللي انت بتحبها اهم بكتير من ان انت تبقى الحاجه اللي الناس بتحبها، لان انت اللي هتشتغل الشغلانه، انت اللي هتعيش الحياه بتاعتها، صح. لازم انت تستحملها وتكون بتحبها عشان ضغوطات الشغلانه تقدر انت تعديها، لان اي شغلانه فيها ضغوطات، مش ينفع تضغط تبقى مضغوط وشغلانه مش بتحبها هتبقى الدنيا صعبه عليك شويه. ده كلام كبير من عقل كبير يا عم عمر. الله يخليك. قول لي عمر، يعني انت قلت لي انا مايل ناحيه كمبيوتر ساينس. طيب وفكرت في الجامعات اللي ممكن تكون بتدرس العلوم بتاعه الكمبيوتر ساينس او علوم الحاسبات، عرفت ناوي يعني تقدم في انهي جامعه ولا لسه؟ والله لسه ما خدتش، بس نسمح ان شاء الله اخش الجامعه الالمانيه او الامريكيه.
بإذن الله بإذن الله. شد حيلك، هيعملوا اختبار صعب خد بالك. محبين إن شاء الله. شد حيلك جامد. حاضر. ماشي. وبعد كده هنشوفك أكيد زي أكبر علماء الكمبيوتر ساينس اللي احنا نعرفهم موجودين في كل حتة في العالم. من مصر بالمناسبة أمريكا يا عمر مليانة علماء انكريبشن وروبوتكس وحاجات كتير من هذا النوع، مليين الولايات المتحدة الأمريكية، مصريين وخرجين كليات وجامعات مصرية بالمناسبة. يمكن حتى احنا كنا من حوالي شهر ونص كان معانا من كان خريج هندسة اتصالات الدكتور حاتم زغلول. أتمنى أن أنا أشوف عمر زي دكتور حاتم وزي دكتور ميشيل فتوش وزي غيرهم. أداه وقدود، ولادنا زي الفل، عجبني الكلام اللي هم بيقولوه، عندهم أهداف. برافو عمر، برافو أنس، برافو كيرولوس، برافو أسامة. شدوا حيلكوا والمستقبل بتاعكوا بدأ من دلوقتي.